قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن العلاقات بين مصر وليبيا هي علاقة استثنائية، فالمخاطر التي تواجه مصر هي نفس المخاطر التي تواجه ليبيا. جاء ذلك خلال لقائه بأئمة ودعاة دولة ليبيا في دورتهم التدريبية الشرعية والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خلال الشهر الجاري، وذلك بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. طلب جبر خلال اللقاء بضرورة ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية لأنها القادرة على إحياء الأمم والشعوب. النهاردة كان الحديث مع الإخوة الليبيين، لأن بيننا وبين ليبيا علاقات استثنائية. ليبيا هي الجار، وقلت لهم يمكن بوضوح أن المنطقة من غرب النيل حتى سرت ده العمق الاستراتيجي للبلدين، وأي مساس بهذه المنطقة بيمس أمن الدولتين في نفس الوقت. لذلك مصر لما خرج الرئيس قال سرت خط أحمر، كان يعني ما يقول، وأعتقد أن الدولة اللي جت تستعرض عضلاتها فهمت هذه الرسالة جيدة وسحبت قواتها، لأنها تعلم أن الجيش المصري جيش قوي ويستطيع أن يحمي كل شبر من أرضه ويحمي أيضا المنطقة الاستراتيجية اللي تهدد أمن البلد. الحقيقة أن الإخوة الليبيين اللي موجودين حاليا هم أعضاء دورة تدريبية بتقيمها المنظمة العالمية الخريجي الأزهر لإعدادهم من خلال أصحاب الفضيلة كبار علماء الأزهر، بتدربهم على الإسلام الوسطي، ترسيخ الفكر الأزهري، اللي تفنيد الأفكار المتطرفة. كل ده محتاجينه الإخوة الدعاة الليبيين للقيام بدورهم في توعية الشباب الليبي ومواجهة الأفكار المتطرفة اللي بدأت تنتشر في الوسط الليبي من خلال الميليشيات والتنظيمات المتطرفة الموجودة هناك. الأساس هو قبول الآخر ونشر التسامح، نشر هذا الفكر يساعد جميع القبائل على ترك الخلافات التي بينها ومحاولة رأب الصدع ورجوع بالقبائل الليبية إلى دولة قوية تأخذ مكانتها بين الدول العربية خاصة والدول العالمية عامة. الجانب اللي مركزين عليه نحن في ليبيا أو في الأزهر هو الجانب الخطاب الديني، فالمحاضرات والندوات هذه التي تقام في الأزهر الشريف إنما هي لتثقيف الأئمة والوعاظ الليبيين لتخطي هذه المرحلة الصعبة، خصوصا بأن ليبيا الآن كل الناس عارفة أنها تمر بمرحلة صعبة من تطرف وتشدد وإرهاب.